كيف ترى مستقبل مصر، مستقبل الوطن العربي، مستقبل بلدان الربيع العربي؟ وانت قلت انا متفائل في بداية اللقاء. وانا ما زلت متفائل، وانا شايف ان الثورات العربيه ديت اللي حتى اللي تغير مجراها. ماذا سيحدث في سوريا؟ ماذا سيحدث في اليمن؟ انت عندك سنوات من الحرب في اليمن، وعندك سنوات من الحرب في العراق، وعندك سنوات من الحرب في سوريا، وعندك لا استقرار في مصر بالمعنى التقليدي لسنوات، ولا استقرار في تونس بالمعنى التقليدي لسنوات. كل ده انا مدركه، بس في نهايه المطاف الشعوب دي هتحصل على حقوقها وهتتقدم لقدام ولا هتعود للوراء؟ لا، هتحصل على حقوقها وهتتقدم لقدام، لان دي حقائق التاريخ. التاريخ بيؤكد ان احنا حركة التاريخ لقدام.